بالنسبه لروايتي شمس بحجم الكف والتي تلقيت بعد اصدارها رساله من صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، فقد جاءت فكره كتابتها بعدما كنت الاحظ بعض الفئات، يعني فئات ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع، وكنت الاحظ كيف يتخطون كل الصعوبات التي تواجههم وكل العقبات التي تعترض طريقهم، مما جعلني اكتب هذه الروايه. اما بالنسبه للترجمه فقد قام بها الطفل المتميز والتلميذ علاء الذي هو ايضا ينتمي الى فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، فبعدما يعني تواصل معي وقرا هذه الروايه قرر ان يترجمها الى اللغه الانجليزيه. بطبيعه الحال الكتاب فاش شفته اول مره عجبني، كان العنوان جيد لافت للنظر، القصة، الحبكة، بطبيعة الحال هاد المعايير كاملة خديتها بعين الاعتبار في الترجمة. أولا تواصلت مع عبير، تواصلت معها عن طريق الانترنت، سميتو قالت لي نتشاور مع والديا ونشوف، وافق والديها وبديت الخدمة، وكانوا بعد تصحيحات بعد تنقيحات وصلنا المنتج النهائي بفضل الله. الصن ذا سايز اوف ا فيست، داكشي كان بتوفيق من الله. بديت كنتعلمها من الانترنت، شويه من الكتوبه، شويه من الافلام، كل حاجه خديت منها شي حاجه.